نص كيلو 10 جرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. النهاردة هنجمع الزغاليل مع بعض ونشوف الأحجام اللي أنا هجمعها. ده جوز زغاليل ينفع في ناس كتير، بتذبح في العمر ده، ممكن يتربى كمان، بس أنا بفضل إن أنا أسيبهم تحت أهاليهم. أهو شوفوا حجمهم معقول جدا لو هيذبح اللي بيحب الحمام طري عشان التحمير، بيكون مناسب جدا للتحمير، لكن انا بفضله ينشف شوية كمان اسبوع يستحسن بالنسبة لي. يعني انا بسيبه افضله في الاكل بعد كمان اسبوع تقريبا، لما يكتمل ريشه يكون نشف شوية من الدهون اللي فيه، لكن هو كده بيكون للتحمير المناسب جدا، الدهون دي بتحافظ عليه اثناء التحمير. طيب ولو عشان التربية برضو يفضل ان هو يكون معتمد على نفسه في الاكل. الجزء الثاني ده كمان ما شاء الله حجمه كويس جدا، لكن برضو انا مش هعطيه لحد في السن ده، انا هسيبه شوية. اهو شوف، انا بحب دايما اسيبه شوية علشان اللي هيربيه يعرف يربيه، واللي هياكله برضو يكون نشف شوية. لكن احيانا بيطلب مني الطلب ده، برضو بيطلب في السن ده، في ناس بتحبه كده. طيب اشوف اللي انا هجمعه ايه. طيب احنا جهزنا الكراتين اهو وخرمناها اهو، عملنا لها فتحات عشان النقل بتاعها اهو ازاي. تمام، ثقوب من كل الاجناب زي ما حضرتك شايف كده. تمام، هنشوف بقى نقفلها، لان الحمام اللي انا هجيبه او الزغاليل كبيرة شوية في السن، يعني ممكن تطير. بس عليها كده بالعافية، الزغاليل بتطير. يعني انا بس حبيت اوريكم الانتاج بتاع الشتاء اللي الناس دايما بتشتكي فيه من الامراض، سواء سالمونيلا او كانكر. حضرتك دي كرتونة ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اهو احجام ممتازة. شوف الحجم حضرتك، تقول ده حمامة كبيرة، هو زغلول اهو ما شاء الله، بس يعني زغلول مقفل يعني ريش، عايزين يطيروا اهو. شوف برضو الكرتونة التانية، نقفل دي ونشوف الكرتونة التانية. طب اهو نفتح الكرتونة التانية اهو، خد بال حضرتك هي مش نفس الكرتونة، عشان محدش يقول ده هي نفس الكرتونة. الناس اللي بتعرف في الحمام هتعرف الحمام، الفرق بين الحمام اللي هنا والحمام اللي هنا اهو. بسم الله ما شاء الله، احجام وصحة ما شاء الله. الزغلول اهو مش عارف لو اقدر احطه على الميزان، احاول كده اعمله لكم على الميزان علشان تشوفهم زغلول، بس هو بيطير. طبعا حد يقول لي ما توزن زغلول اصغر، احنا لو وزننا زغلول اصغر مش هيجيب نفس الحجم اللي هو اصغر في الريش يعني. طيب طبعا الانتاج ده بفضل الله طبعا، وهنقول احنا بنراعي ازاي بداية الزغاليل من عمر 5 ايام زي ما قلنا في حجم صغير. في فيديوهات قبل كده عملتها ان بعطي سنتي من فلاجيل او امريزول لمدة 3 ايام في فم الزغلول اللي هو عمر 5 ايام، وبعطي ايضا مضاد السموم ده، ومضاد كولستيريديا قوي او فعال. تمام، بس الازازة دي ب25 جنيه، امريزول ب10 جنيه. احنا بنعطي ده بنضيفه على المية مع الفلاجيل، نقدمه للحمام الكبير عشان ما يجيلوش الكنكر. تمام، الحمام لو ما جالوش الكنكر هيطلع عندك زغاليل كويسة زي دي، ويمكن احسن كمان. ده وقاية من الكنكر اهو،
الكنكر سواء داخلي او خارجي، والامريزول او الفلاجيل اللي هو زيه بالظبط. هسيب لكم الروابط بتاعت الفيديوهات دي في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو. اهو يا جماعة الميزان على الصفر اهو، نشوف تاني الزيرو اهو، تمام اهو كرتونة فوق الميزان اهي. بس هو يعني حجمه عايز يطير، نحاول نقفل عليه الكرتونة مع بعض كده، بس قفل اي حاجة اهو. اهو يا جماعة اهو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، نص كيلو وعشرة جرام طبعا من غير الكرتونة. احنا وزننا الكرتونة في الاول، صفرنا الميزان والكرتونة فوق الميزان اهو، علشان محدش يقول لي انت بتقول كلام وخلاص. اهو الميزان اهو، هشيل الزغلولة تاني واوري لحضرتك. اهو الزغلولة اهي، مفيش حاجة تانية اهو. عموما الميزان صفر اهو يا جماعة، الميزان تاني بعد ما قفلت عليها تاني اهو. يا رب يكون واضح الاضاءة بتاعت اهو، جبت لكم الوزن اهو 510، الخانات التانية صفر اهي، تمام اهو. نطلع للكرتونة عشان نشوف اللي فيها. خلينا على الارقام والكرتونة مع بعض اهو. طلع الزغلولة اهي، الزغلولة واحدة اهو، تمام. بص حضرتك الزغلولة هتطلع، هنشوف هنسيبها لما تطلع ونشوف الميزان. ازيد من نص كيلو اهو يا حضرات من غير تصغيط، تصغيط طبيعي اللي انا عملته. لو ضغطته التصغيط اللي هو بالعلف اللي انا ضغطت بيه اهو، الميزان رجع صفر لما الزغلولة طلعت اهو. الزغلولة اهي، تمام، ادي الزغلولة. يبقى الزغلولة فعلا هتزيد عن نص كيلو. الناس اللي شككت في الكلام ده، واسيب لكم ايضا رابط الزغاطة، واسيب لكم الفلاجيل ومضاد السموم، وايضا علاجات الاسهال ما تهملهاش حضرتك، لابد من علاجات الاسهال. عملت فيديو لسه حالا عن انتينال، وانتينال تاني اللي هو انتينال شراب وانتينال اقراص او كبسولات اهو، مع سيدوستين ده علاج للاسهال رخيص جدا زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة. سيدوستين 4.75 جنيه، وانتينال بعشرة ونص شراب، وانتينال الشريط ده برضو بعشرة ونص، تمام. يبقى متابعة الحمام يا جماعة، ربنا يكرمك ترعيه زي ما ترعي ربنا هيرعيك ويكرمك منه ان شاء الله، وهتنجح في تربية الحمام. وما تنساش دايما تأتي رافع مناعة بعد علاج الاسهال، جروفيت بلاس رافع مناعة وفيه كل الفيتامينات، سيب لكم ايضا الرابط بتاعه اسفل الفيديو. وسيلينيوم ايضا انواع المستوردة، سيلينيوم بتباع كده بالسنتي، ايضا ده رافع مناعة وبزود الخصوبة ويزيد عندك الانتاج الحمام تماما. يا رب يكون عجبك الفيديو، لو استفدت من الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.